معاك. ليه بون برضه ايدنتيفاي ذا بون، هنعرف اذا كانت رايت ولا ليفت بشكل بسيط جدا. الاسيتاب الان بخليه لاترالي، وبعدين عندي الجزئين دول، الجزء الفلاتنج ده والجزء البريزمويد او الجزء البالكي ده. البالكي ده هنخليه للخلف، والكلام دايما بيبقى على ايه؟ علي. معايا؟ انتوا رجعتوا امبارح للبونز بتاع الاورا ولا ايه؟ ايه رجعتوها؟ محدش رجعها الا رجعناها يا دكتور كلكم، ولا في حد كان كبر دماغه؟ الجزء الفلاتنج ده بخليه انتروميديا. الاسيتابلم ده بخليه لاتر، لا ما خلوش كده، والا الاسيتابلم هيبقى بوستيريو، فخليه انتروميديا. فدي هتخش معايا على طول بالمنظر اللي انا عملته ده، والبالكي ده خليها لورا معكس. فدي هتبقى رايت ايه؟ هيب. واحد اثنين، هي اليا، هي بيوبس، هي اسك. الاليام فيها حاجه هنا اسمها اليا كريست. الاليا كريست لما تبصوا عليه هتلاقوه التلتين الامامي منه كونفكس لبره، التلت الخلفي منه كونفكس للداخل. يعني ده كونفكس اوت وورد، وده كونفكس ان وورد، او كونفكس في كونكيف براحتك. الجزء الكونفكس الامامي ده العضلات اللي اتاتشد له هتاخدوها في الجي اي تي. الجزء الامامي ده بتبقى العضلات اللي هي الابدومينال ماسلز، اكسترنال ابدومينال اوبليك، انترنال ابدومينال اوبليك، ترانزفيرسس ابدومينس. الجزء الخلفي ده في عضله هيبقى اسمها كوادريتاس لامبورا، برضه هيبقى في الجي اي تي. فالاليا كريست مش ههتم بيه كتير، ركزوا معايا بقى لما انزل على بقيه الاليا، اوتر سيرفيس وانر سيرفيس. الاوتر سيرفيس فيها الخطوط الثلاثه الاتيه، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد. بصوا عليهم وركزوا بشكلهم كويس قوي. الخط الاولاني ده عشان نعرفه فوق مين، فوق مين مباشره. شفتوا شكله عامل ازاي؟ شفت شكله فوق الاسيتابل. وبعدين في خط تاني طويل من عند الجريتر سياتيك نوتش، يبدا من عند الجريتر سياتيك نوتش ومتجه لمين؟ للانتيريور سوبير اليك سباين. شايفين الخط ده؟ اطوال. وبعدين خط صغير فوق اهو ناحيه الخلف خالص، ما احنا هنا في الخلف طبعا. متخيلين المنظر ولا لا؟ هحط الارقام الاتيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. شايفين الارقام دي؟ شفتوهم؟ ايه. Identify the area أو the structure attached هنا. gluteus maximus, medius, minimus, reflected head of rectus femoris. واضح؟ inferior gluteal nerve, superior gluteal nerve, femoral nerve. ده النيرف سبلاي. وتزودوا على اللي انا قلته ده ايه؟ اكشن. اكشن ايوه هي كده، بقينا شاطرين. بسم الله ما شاء الله. واضح؟ ده الاوتر سيرفيس، في مشكله؟ لا. الانر سيرفيس كل المنطقه دي اسمها الياك فوسا، فور ماسلز اسمها الياكس ماسل. النيرف سبلاي بتاع الياكس فيمورال نيرف بتهلب في الفليكشن اوف ذا هيب. الرفنس اللي احنا نشوفها الوقت دي اللي خلف الالياك فوصة الياك تيوبروزتي الياك تيوبريكل فور حاجتين. يعني الجزء الخلفي اللي احنا شايفينه في الخلف ده، الجزء ده هبدا من عند الالياك فوصة وهاجي في المنطقة الخلفية هنا واعمل الاثنين النوتش اللي احنا شايفينهم دول. في منطقه هنا انتوا شايفينها رف، شايفينها ولا مش شايفينها؟ وفي جزء منها ناعم شكل الاوذر كده. كل دي اسمها الياك تيوبروستي عشان حاجتين، ده عشان جوينت وده عشان ليجامنت. بتوع مين دول؟
لو انا رسمت العظمه اللي هي اسمها السكرم وحطيت جنبها الاليك بون، المنطقه دي هي منطقه المفصل. انتوا شايفين كده اللي ورايا؟ المنطقه دي هي منطقه المفصل اللي هي دي اللي هي بين السكرم والاليك. يبقى المنطقه دي منطقه الجوينت والليجمنت اللي اسمهم ايه؟ ساكرو. يعني الجزء اللي هو اللي احنا هوريه لكم الوقت الاسموس فور سكرو اليك جوينت، والجزء الرف فور سكرو اليك ليجمنت. وضحت ولا لسه؟ اما اجي على المفصل ده اقول هو هنا فين؟ الجزء اللي هو الاملس الخلفي هنا ده. معانا؟ بغض النظر مش هسألك بقى، اقول لك الجزء اللي انتوا شايفينه في جزء سموث وفي جزء ايش؟ رف. المنطقة كلها هسميها اليك تبروستي. عشان ايه المنطقة دي؟ هتقول كده سكرو اليك جوينت سكرو اليك ليجمنت. المفصل ده نوعه ساينوفيا. حركة عنده حركة عند اللي هو ما بين السكرم والاليم جلايد. حركوا على بعض. بلان. واضح كلامي ولا لا؟ حاجة تانية مهمة بقى في البون دي، فين الانتيريور وفين البوستيريور على الوضع اللي انا ماسكه الحين؟ عندكم انتيريور جميل، هتلاقوا فيها الجزء ده والجزء ده. الجزئين دول انتيريور سوبيريور اليك سباين انتيريور انفير اليك سباين ايدنتيفاي عرفناه. اذكر الاستراكشر اتاتشد هنا. اما ان يقول لك اذكر الاتاتشمنت، او انا لما بحط سؤال بقول اذكر وان ماسل وان ليجمنت اتاتش. الكلام ده فوق وتحت نفس السؤال. فوق الماسل اللي اتاتش اسمها سارتوريوس، الليجمنت اللي اتاتش انجوينال ليجمنت. الماسل اللي من تحت الستريت هيد مش الريفلكتد هيد. مش كان هنا في حاجه اسمها ريفلكتد هيد؟ انما ده لما احط عليه علامه ستريت ستريت هيد المستقيمه الاماميه للعضله المستقيمه الفخذيه الاماميه اللي اسمها الريكتس فيموريس. واضح؟ ايش الليجمنت اسم الليجمنت اللي اتاتشد هنا؟ ايش يو فيمورال راجع يا ولد برافو عليك بارك الله فيك يا ولد. اليو فيمورال ليجمنت مش شرحته؟ قلت عليه ان هو تاني اقوى ليجمنت في جسمنا. حصل ولا ما حصل؟ دول الاثنين اللي هنا قصادهم من الخلف لا يعنوني كثيرا بوستيريور سوبيريور وبوستيريور انفيريور. رجعوا تاني ده جزء بتاع الالي. هسيب الاليم في حاله وهنزل على الجزء اللي احنا سميناه بيوبس. البيوبس على السطح الاعلى منه ده اسمه سوبيريور سيرفيس. ماشي. الجزء الخلفي ده بوستيريور سيرفيس. ماشي. الجزء الامامي ده الانتيريور سيرفيس. في سطح العالي لهذا البيوبس كلكم عارفين ده اسمه سوبيريور بيبي كريمس. صح ولا لا؟ صح. وده اسمه انفيريور بيبي كريمس. وهحط علامه هنا عشان افصل ما بين الانفيريور بيبي كريمس والاسكير ريمس. ده تبع ده لكن ده تبع ده. وصلت؟ وصلت. وصلت كده؟ ايه. نحدد بقى عليه. ايش المكان؟ ايش يال فيبروسيتي؟ لا. بيبك. مال دي ايه؟ هادي ايش هادي تبروسيتي. دي اسكال تبروسيتي. انتو بسيتو ده البيوبس. صح. ازاي بقت اسكال تبروسيتي هنا؟ مين ده؟ سيمفس. السيرفس بتاع البيوبس اللي اسمه سيمفسس بيوبس. فور وات؟ فور سيمفسس بيوبس. الجوينتس اللي بينه وبين البيوبس الناحيه الثانيه. نوعه ايه؟ كارتلاجينس. بيحصل عنده موفمنتس ولا لا؟ لا. سلايت موفمنت. واضح؟ ده بالنسبه للسيمفسس. السطح اللي هعمله زي المثلث ده انه سيرفس الوقتي سوبر بيكتينيال سيرفس. بيكتينيال سيرفس مش احنا قلنا فيها كم سيرفس الرمز ده مش سوبيريور؟ حصل ولا لا؟ وانتيريور وبوستيريور. هتقولي مين سوبيريور؟ هتلاقوا شكل المثلث اهو وهظلله لكم.
شايفينه ولا لا؟ اسم السطح ده ايه؟ بيجي كده. السطح ده اسمه ايه؟ انت في البيوبس وشكل مثلث ومن فوق يتقال كده سوبير بيبي كريمس. واحد تاني يقول ايه؟ بيكتينيال سيرفيس. ماشي. فور وات؟ بيكتينيال فور بيكتينيال ماسل نيرف سبلاي. في مرض الاوبتريتور دبل سياتيك. لا 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 البون دي اخليك تروح ليه. البكتيرياس لها دبل نيرف سبلاي فيمورال اوبتريتور. واحنا في المقدم امام مش في الخلف يا حاتم. هنا امام. فالعقل هنا بيقول ايه؟ دي من ضمن العضلات اللي بتاخد دبل نيرف سبلاي فيمورال وابتيوريتور لانها ما بين البينين ما بين الفرونت جروب والميديال جروب. صح ولا لا؟ فاخدت من الاثنين. ده البكتيريال سيرفيس. في مشكله فيه؟ خلي بالكم اللي جاي هطلع مع البكتيريال سيرفيس لاعلى وهم عامل علامه دائريه كده وهظللها واعرفوا احنا فين بقى. المفروض تقولوا لي احنا فين. شايفين العلامه دي؟ شايفينها؟ انا طلعت من البكتيريال سيرفيس اللي هو زي المثلث الى العلامة دي قبل ما اوصل للإليم. قبل ما اوصل للإليم المكان ده اسمه ايه؟ اليو بيوبك. اليو بيوبك بغض النظر. اليو بيوبك. اليو بيوبك إيمينينس منشن ستراكشر اتاتشت تو ات. لاجي من ايش ايش يفهم؟ اسكيما ها؟ لا هنا اسكيما. بيوبو فيمورال. بيوبو فيمورال ليجن. بيوبو فيمورال ليجن. الكلام ده كله تراجعوه. تحرين بقى. يتبقى عندي كلنا كده شايفين ولا في حد مش شايف اللي هعمله الحين؟ شايف. سطح ده انه سطح الواد. انه سيرفيس ده؟ انتيريو. انتيريو. الخلف اهو. ده الانتيريو سيرفيس. هحط علامة دائرية هنا. دي الحته اللي انتوا عارفينها تحت اسم بيوبك تيوبريكي. اسمها ايه؟ بيوبك تيوبريكي. شايفينها فين ولا لا؟ بيوبك تيوبريكي منشن استراكشر اتاتشد تو ات انجوينال ليجمنت. دي تاني مره اذكر كلمه انجوينال ليجمنت. اول مره كانت هنا. مش ده كان انجوينال برضه مع السرتوريوس؟ انجوينال. دي اسمها البيوبك تيوبريكي. تحتيها مباشره وليس عندها هي عاليه اعلى نقطه وتحس ان العظم عالي هنا. تحتيها هعمل دايره وبعدين هعمل خط وبعدين هعمل خط ياخد الانفيرور بيبي كريمس ويخش على الاسكيال ريمس وبعدين يخش على التيبروستي. انا عملت ايه؟ بصوا لي كده تاني. خليكم هنا. دي اللي احنا سميناها البيوبك تيبريك صح؟ عملت تحتيها دايره اهي فين الدايرة الكبيرة؟ تحت الدايرة الصغيرة. الدايرة الصغيرة اللي كانت فوق كان البيوبك تيوبريكي. الدايرة الكبيرة اللي تحت شايفين؟ شايفين مش كده؟ وبعد الدايرة الكبيرة عملت خط. الخط ده الخط القصير ده على الانفيرو بيوبك ريمس. عليها ولا مش عليها؟ ريمس انفيرو بيوبك ريمس. وبعدين خط تاني واخد الانفيرو بيوبك ريمس ورايح لغاية الاسكيال ريمس. انا قصدي ان هو خط طويل يبدا من عند الاسكيال ريمس يوصل لغايه الاسكيال ريمس. عكس ماشي. بتوعي بقى الدكتور لونجز الدكتور بريفيس الدكتور ماجنس. واضح؟ واحد هيقول لي انا مش قادر احدد الخطوط انت ده الاول ولا ده الثاني. انا لا عايزك تحدد ولا تعمل. انت لو لقيت دايره زي كده محطوطه بالمنظر ده ده شكل دائري يبقى اللونجز. خط صغير خط طويل واصل من هنا لهنا ماجنس. كان لفوق كان لتحت. احنا الوقت مش هنعملها هندسه معماريه. خلينا نخلص. واضح ولا مش واضح؟ واضح. دي العضلات الثلاثه اللي النيرف سبلاي بتاعهم ايه؟ اوبتريت. اكسبت مين؟ الدكتور ماجنس. ده بتاخد كام نيرف سبلاي؟ سي بي ال بارت اوف الشياتيك. ها؟ والبتريتر. وبعض الناس بيقولوا عليه الشياتيك. انا مش عارف حد يسموه الشياتيك على اساس ايه؟ عارف يسموه الشياتيك على اساس انه بيشيط مثلا لما الواحد يولع وهو ماشي مثلا. اسمه الشياتيك.
الفورامين ده اسمه ايه؟ تريتر. لو جينا على الحدود بتاعته كده وحطينا علامه الحدود وفوق تريتر اوبتيوريتور فورامين اوبتيوريتور ممبرين ريليتد لتو ماسل اوبتيوريتور انترنس واوبتيوريتور اكسترنس. الاوبتيوريتور انترنس النيرف سبلاي نيرف تو اوبتيوريتور نيرف تو اوبتيوريتور انترنس والاوبتيوريتور اكسترنس النيرف سبلاي من اوبتيوريتور نيرف ها الاوبتيوريتور ماشي. طيب لفولي بقى على المحترمه دي مين دي بقى؟ اسكيل سبا اسكيل تيوبروزيتي اسكيل ايه؟ تيوبروزيتي. الاسكيل تيوبروزيتي من اعلى نقطه فيها هقسمها نصين. الكلام اللي بقوله انتوا عارفينه ولا لا؟ ايه عارفينه؟ نص عاق ونص تحت. النص اللي عالي ده شكل المربع هقسمه بخط اوبليك كده الى مثلثين upper lateral lower medial. يعني ما حطوش اتنين ال مع بعض ما بقاش حاجة اسمها lower lateral. لو قلت lower lateral اعرف انك بتعك. واضح؟ ما يجتمعش الاتنين مع بعض حتى لا يتنافر معايا فتعرف انك بتعك. يبقى الصح تقول ايه؟ upper lateral lower medial. حق مين بقى المثلثات الابر لاترال واللور ميديال دول؟ بايسبس وسميت اندناسيس. حق عضلات الهامسترينجز صح ولا لا؟ هامسترينجز. مين في دول بتجي بتاخد منه البايسبس؟ البرا اللاترال الابر لاترال الابر لاترال الابر لاترال. طب واللور ميديال؟ سميت اندناس وسميت اندناسس وممبرونوزس منين؟ تحت. مع مين؟ مع الماجنس. مع المجنس ايه؟ هما اتنين سيمي مع بعض يبقوا مع بعض والبايسبس من الابر لاتر ماشي؟ هاتولي بقى المثلث. يبقى احنا هنا نقول ايه؟ بايسبس سيمي ممبرينوزا سيمي تندروزا. طب واحد جاء في الامتحان وحطينا علامه على اسكال تبروستي ولقى نفسه مخنوق ومش عارف هو ابر لاتر ولا لور ميديال والعلامه دي فين وهو واد ذكي معلم يوم يعمل ايه؟ هو عارف ان هي اسكال تيبروست يوم كاتب بايسبس سيمي ممبرينوزا سيمي تندنوزا سياتيك نيرف خمسه ايه؟ خمسه هي صح بس هزعل يعني في الاول انا عارف انك بتضحك عليا وبديك الدرجه وانا متكيف مبسوط 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 منك انما الثانيه احس انك بتديني على قفايا المثلث اللي تحت ده مثلث بقى اهو واضح اهو لما يجي لك بالمنظر ده هو حتى المثلث اللي تحت كده هتشوف لو رسمنا هنا كمان اللي هنا بالنص اللي انتوا شايفينه ان انا عامل في الاسكال تبروست عملت مربع كبير وعملت مثلث كده مش كنتوا شايفين المنظر ده ولا لا؟ ده هنا ولا هنا شايفين كده؟ جيت قسمت ده الى ايه؟ upper lateral ولور ميديال. ده كمان هقسمه نصين ميديال هاف ولاترال هاف. اللاترال هاف حق مين؟ اللاترال هاف لما تبصوا عليها هتلاقوها مكمله هنا الدكتور ماجنس اللي احنا لسه قايلينها كان الخط الطويل. فاكرين الخط الطويل؟ فاكرينه؟ اذا الدكتور ماجنس تسال بشكلين. الشكل الاولاني لو رسمت ايش؟ لونج خط طويل خد الاثنين ريمس مع بعض. الحاجة الثانية النيزال للإسكال تيبروست يظللها من فوق ولا من تحت؟ من تحت. يظللها من تحت من ناحية الأسيتابلم ولا من الداخل؟ لاترال. أمال الجزء الداخلي ده إيه اللي ماسك فيه؟ مفيش حاجة ماسكة فيه. سبكوتينيوس اللي أنتوا قاعدين عليه دلوقتي. واضح؟ سكين وبيرس تحتيه. واضح كده؟ يعني نو ستراكشر أتاتش تو إيه؟ ده بالنسبة للإسكال تيبروستي. يتبقى عندنا النوتش ده اسمه إيه؟ greater skin greater sciatic notch وده اسمه ايه؟ lesser. تذكروا لي الحاجات اللي هي structure pass through greater sciatic notch والstructure pass through the lesser sciatic notch مش عشان الاوسبي عشان الاند بلوك اكزام. واضح؟ واضح. structure passing through greater sciatic notch والlesser sciatic notch. فيما identify the structure فيما زيرو على طول. هذه العظمه الوحيده برضو اللي اول حد بيقول لي فيمر اديله زيرو. رايت فيمر ليه؟ هنحط الهيد لفوق واللور اند بالماكلز بتاعتها والفصه الكبيره دي
اللي بتوين التو كوندايلز للخلف، يبقى ده ميديال وده بوستيريور. على طول تخش عندي ايه رايت. طبعا في واحد متزاكي فيكم وانتم اكثركم يعني بتتزاكوا، هتلاقوا ليه الراجل ده من امبارح كل عظمه يمسكها كلها رايت رايت رايت. هو المودلز هنا كلها رايت، ودي غلطة وقع فيها ناس كتير، أقربهم طلبة الريسبيراتوري بلوك اللي هو سنة تانية. كل الحاجات اللي أنا شرحتها لهم كانت رايت، والرب اللي جبته كلفت. منين جبته؟ أنا حر بقى. فأنتوا هتلاقوا كل اللي موجود رايت رايت. ففي واحد هيتزاكى يقول لي إيه كل اللي موجود في الأكتيفيتي لاب رايت. في عندنا مجموعة لفت كتيرة جدا جدا بنحتفظ بيه، وساعات ممكن لو حد فيكم جه زيارة السنة الجاية، مش عايز اشوف وشكم في سنة اولى هنا تاني، زيارة هيلاقيني كل اللي بون اللي بشرحه لفت. يعني بطلع فهمتوا ولا لسه ما فهمتوش؟ ده اللي انا عايز اوصله لك. ما كويس انك خدت بالك، اللي جاي هيبقى لف، يبقى كلكم هتكتبوا لف، وفي جزء منكم كان قبل ما اقول الكلام ده كان هيكتب رايت، يبقى انتوا الاثنين ضعف الاثنين. ولكن الصح اعمل ايه؟ اللي تيجي قدامي اطبق عليها ايش؟ قاعده، القواعد، عشان اخلص بدل ما ياذيني كده او ياذيني كده، ملهاش لازمه. واضح؟ دي رايت فيما دي الهيد. الهيد فيها استراكشر هتشوفوه كلكم وعارفينه باسم فوفيا، استراكشر اتاتشد لهذا المكان لجامين بامتيلز اللي عن طريقه قلنا البلاد سبلاي بيوصل للهيد. الكلام ده لا يعنينا كثير الايه الحين. بعد كده بعد الهيد فيه الجزء اللي هو احنا هنسميه النك، ولو بصينا للعظمه دي من الامام النك بتاعتها اقصر من النك في المنطقه الخلفيه. فبصوا كده معايا، هذا الخط اللي واضح اللي ظاهر قدامكم هنا ده يصل ما بين الجريتر تروكانتر اللي هي لاترالي اللي هي عكس الهيد، والليسر تروكانتر اللي هي تحت الهيد. واضح كده؟ الخط ده اسمه انتر تروكانتريك لاين. اسمه ايه؟ شايفينه ولا لا؟ انتر تروكانتريك لاين استراكشر اتاتشد له اليو فيمورال ليجمنت. تاني مره اسمع اليو فيمورال ليجمنت، اول مره سمعته فين؟ بالهب. عند الانتيريور انفيرير الياك سباين. فاكرين ولا لا؟ دي تاني مرة. الجريتر تروكانتر اللي هو المحترم ده بقى، السطح ده بالنسبة له لاترال ولا ميديال؟ لاترال. لو ظللت هولك من هنا وقلت لك استراكشر اتاتشد لللاترال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر، جلوتيوس ميديوس. برافو عليك يا ولد. ولكن في الحقيقة انا عندي اثنين ماسلز اسمهم جلوتياي، جلوتيوس ميديوس ومينيموس. الاثنين جايين فين؟ واحدة في اللاترال واحدة انتيرو شوية هنا، انما عموما هما في الجريتر تروكانتر. مين اللي في اللاترال ومين اللي انتيرو شوية؟ اللاترال ميديوس. اللاترال ميديوس واللي قدام شوية مين؟ مينيموس. والاثنين بيعملوا ايه؟ ابدكشن. الاثنين بيعملوا ايه؟ الجلوتياس مينيموس وميديوس. الاكشن الاكشن الغلس الرخم بيعملوا ميديا روتيشن ولا لاترال روتيشن؟ ميديا روتيشن. اللاترال روتيشن كانت بتعمله ست عضلات اسمهم السكس لاترال روتيتورز، سكس عددهم ستة لاترال روتيتورز. منهم مين السكس لاترال روتيتورز؟ البايريفور والأوبتيريتور انترنس والأوبتيريتور اكسترنس وجيميلاس سوبيريور وجيميلاس انفيريور وكوادريتاس فيمورس. واضح؟ انما الاثنين دول اللي في الجريتر تروكانتر، ولما ظل الجريتر تروكانتر وتحب واحترمك تتزاكى عليا قول لي الجلوتياس ميدياس والجلوتياس مينيموس والنيرف سبلاي بتاعهم سوبيريور جلوتياس. مين فيهم السوبيريور؟ كله الاثنين. الاثنين كله ميدياس والمينيموس. انما الجلوتياس ماكسيموس. واضح كده؟ طب لو جيت ظللت بقى التوب ده من فوق خالص هنا اعلى قمه فيها اللي هي اعلى قمه بايريفورم ماسك. بايريفورم ماسك. طيب السطح الداخلي للجريتر تروكانتر هنا ولا هنا؟ الداخل. طب ما نجيب الداخل. بصوا كده لو هتسيبه وبعد ما امشي جيبوا العظمه دي وبص على الجريتر تروكانتر من الداخل هتلاقي فيه فصه عميقه جدا فيه. في فصه عميقه جواه هنا. شايفينها ولا لا؟
اسمها تروكانتيريك فوس. اسمها ايش؟ تروكانتيريك فوس. مين اللي ماسك فيها؟ اوبتيريتور اكسترنس. اوبتيريتور اكسترنس. امال الانترنس فين يا ولد؟ فوق قدامها شويه. قدامها شويه فوق. احنا قلنا البايريفورم. طيب انا جيت في الامتحان وحطيت علامه في التروكانتيريك فوس وانت الزنقت ما انتش عارف هل هي في الفصه ولا قدام شويه ولا ورا شويه. لو لو حسيت ان انا عامل علامه او مظلل المنطقه كلها، حسيت كده ان انا ظللت كل المنطقه دي، شايفين انا ظللت ازاي؟ لكن ما حطيتش نقطه في وسط فصه. لو في وسط فصه اكتب اكتوريتور اكسترنس. لكن لو لقيت ظلال وخلت الفصه وامام الفصه وخلف الفصه والحته كلها بقت زرقاء بايظت خالص، او لا احنا ما بنحطش بالعلم، بنحط علامات زي دي. شايفين الاكس اللي انتوا شايفينها ورا دي كده؟ شايفينها ولا الله ينور عليك. فممكن هنا هتزنق ما بقاش عارف احطها، فممكن اكتب اكتوريتور انترنس واكسترنس واحط النيرف سبلاي بتاعها. واضح اللي احنا قلنا عليهم مين؟ نيرف اكتوريتور انترنس والاكتوريتور نيرف. واضح يا تويلس؟ ننزل بقى على المنطقه الخلفيه. ده الجريتر، ده الليسر. ظللنا الليسر، اسمه الليسر تروكانتر. العضله اللي اتاتش اللوكم تو ماسلز اللي هي التندون واحد اليوسوس النيرف سبلاي بتاعهم الفيمورال نيرف الاكشن فليكشن. في خط كنا بنقول بيربط الجريتر والليسر من الامام كان اسمه انتر تروكانتريك لاين، فاكرين؟ هو من الخلف هنا موجود برضو جريتر وليسر وبينهم حاجه اسمها انتر تروكانتريك كريست كله، ولكن في نصفه منطقه عاليه تحس ان هي عامله زي سنم الجنم كده اسمها كوادريت تيوبريكل. اسمها كوادريت تيوبريكل. ما بين الاثنين، ما بين الجريتر والليسر. الجريتر والليسر اهو، بصوا لي انا هنا، ادي الجريتر وادي الليسر. الجزء الدائري اللي انا رسمه وتحس ان هو في نص المسافه بين الاثنين، صح ولا لا؟ صح. اسمه كوادريت تيوبريكل، والعضله اللي اتاتشد له كوادريتس مش كوادريسيبس. كوادريسيبس يعني ذات اربع رؤوس، انما دي كوادريتس يعني المربعه. واضح؟ عشان ما تتلخبطوش بين كلمه كوادريسيبس اللي هي العضله الاماميه ذات اربع رؤوس اللي هي الريكتس والفاستس والفاستس والكلام ده، انما دي اسمها المربعه. المربع يعني ايه؟ كوادريتس فيموريس. والنيرف سبلاي بتاعها نيرف تو كوادريتس فيموريس جاي منين؟ من السكرال بلكسس. فروم سكرال بلكسس. وبالمناسبه العضلات اللي احنا قلنا عليها اللي هم كان اسمهم السكس لاترال روتيتورز اللي هو نيرف تو، جايين النيرف سبلاي بتاعهم من النيرف تو اوبتوريتور انترنس، نيرف تو اوبتوريتور اكسترنس معايا، نيرف تو بايريفورم. العضلات دي النيرف سبلاي بتاعها جاي من السكرال بلكسس اكسبت طبعا الاوبتوريتور احنا قلنا عليها اللي هي الاوبتوريتور نيرف. كلام واضح؟ نيرف تو، نيرف تو، نيرف تو من السكرال بلكسس. واضح؟ ننزل بعد كده على الشافت. الشافت لما هنبص عليها هنلاقي فيها حاجه. ده الليسر تروكانتر. متفقين؟ متفقين؟ تحتيه مباشره شوفوني هعمل ايه. يعني اذا كانت دي دي الهيد ودي النك وده الجريتر وده الليسر وده الشافت. المنظر اللي انتوا شايفينه ده هتلاقي فيه منطقة هظللها لكم هنا، وفي خط هنا بعمل زي السبايرال لاين كده. المنطقة اللي تحت الليسر دي على طول. واضح؟ شايفين انا بعمل ايه ولا لا؟ شايفين المكان اللي انا ظللته؟ تحت مين؟ الليسر فكانت. وتحت الجريتر، وانا جاي من الجريتر وهنا قلنا المنطقة اللي هي فيها كوادريت يوبريكل، وانت نازل لتحت في المكان ده في رافنس هوريها لكم الوقت. ليه الرافنس دي؟ يبقى انا حطيت الوقت علامتين. ده الليسر. ده مين؟ ليسر. لو جيت تحته بقى، تحته هنا تحته هكتب اسمها بيكتينيال اريا. دي تاني مره تسمعوا كلمه بيكتينيال. الاولانيه كانت هنا المثلث اللي احنا شفناه اللي هو كان اسمه بيكتينيال سيرفيس. ده كان الاوريجن. واحد ما يقوليش اوريجن وانسيرشن، كانت البكتينيلز. تاني مكان بذكره الوقت كان تحت الليسر تروكانتر وبرضه اسمه بكتينيال لاين فور بكتينيال ماسل. امال الرفنس اللي انت عاملها الناحيه الثانيه دي
اللي هي عكس كولوتيال سيرفيس او كولوتيال تيوبروزيتي فور ديس ماكسيمس. لا فور ديس ماكسيمس. لا فور تير فايبرز دي وان فورث اوف ذا جلوتيس ماكسيمس. تكتب كده الديب اللي هو الجزء الربع العميق من الجلوتيس ماكسيمس. ليه؟ لان كل الجلوتيس ماكسيمس راح للاليوتيبيال تراكت. عارفين التراكت اللي هو هناك في السوفت هنا رايحان بتشد عليه عشان يعمل اكستنشن. ده الثلاث ارباع الظاهري، انما الربع الداخلي رايح لمين؟ تبرست. فممكن اظلل دي واقول لك اسمها ايه؟ هتقول لي جلوتيال تيبروزيتي. مين العضله اللي اتاتشد ليها؟ ديب وان فورس اوف جلوتيس ماكسيمس. كتب كده. بعد كده زي ما انتم ملاحظين حاطين علامات اكس واي اهي، واي اهي، يعني معناها ان كان في هنا سؤال زمان. الخط ده لينيا اسبرا ويجي لتحت ويتشق اثنين، واحد اسمه ميديال سوبرا كوندايلر لاين ولاترال سوبرا كوندايلر لاين، وبينهم اريا اهي. الاريا اللي بينهم دي اسمها بوبليتيال سيرفيس اوف ذا فيمر. اسمها ايه؟ بوبليتيال. اذكر structures related ليها. قد يكون السؤال يجي في اوسبي او يجي موديفايد. يجي موديفايد ازاي يا دكتور؟ هناك مريض راح للمستشفى وكان بيشتكي من بين في النية وحول النية، ولما عملوا له انفستيجيشن لقوا ان فيه تيومر، والتيومر عند اللور اند اوف ذا فيمر، وهذا التيومر مسمع في الخلف في منطقه البوبليتيه الفصه. ده سيناريو؟ مش يحصل؟ ممكن. بيحصل ولا بيحصلش؟ يحصل. حكاية. يوم يقول لك ايه؟ اذكر الاناتوميكال اريا ريليتد للمكان اللي حصل فيه او اللي شاف فيه الدكتور او اللي ظهر في الاكس راي او في الام ار اي في تيومر اللي هو البوبليتيال سيرفيس. اذكر النيرفس ريليتد للاريا اللي الدكتور قال ان ظهر فيها تيومر اللي هو البوبليتيا الفصه. يعني هتقول له السياتيك وانقسام السياتيك الى اثنين نيرف، التبيان نيرف والكومبرانيال نيرف. اذكر الفيزلز اللي في الاريا اللي البوبليتيا الفيزلز، وهي نفس المكان ده اللي انا قاعد اتكلم عليه القصه دي كلها، لانها كومن او ان بيحصل فيها اوستيوماتومز سواء كان الاوستيوساركوما او الاونتوما وشغل بقى الباثولوجي والكلام اللي بيقعدوا يقولوا عليه ممكن يجي سيناريو في هذا المكان. صح ولا غلطان؟ اللي بعده اللينيا اسفرا اللي انت حضرتك حطيته ده، اللينيا اسفرا في حقيقه امره انتوا شايفينه خط واحد كده، لكن هو مش خط واحد، هم عباره عن اثنين لب جنب بعض يجوا يتقسموا من تحت الى اثنين سوبرا كوندايلر لاين، ومن فوق اللينيا اسفرا يتقسم واحد يروح ناحيه السبايرال لاين والتاني يروح ناحيه الجلوتيال سيرفيس اللي احنا لسه بنتكلم عليه. هذا هو اللينيا اسبرا. ركزوا معايا، بصوا عليه من فوق بيحصل له ايه؟ ايه اللي حصل له؟ اتقسم. واحد راح للجلوتيال واحد راح للسبايرال، ومن تحت اتقسم برضه، وهو عباره عن نكبر الصوره بقى، هو اتنين لب، ميديال لب ولاترال لب وبينهما مسافه. يجي في الامتحان ويقول لك ايدنتيفاي ذا اريا، طبعا مش هنحط على الميديال لب ولا لا، هجيبها ازاي دي؟ هحط على الخط كله زي ما انتم شايفين. حد شايف الواي دي على انهي لب؟ ولا في المسافه اللي بين كمان التو لبس؟ انت هي كلها عليها. وبعدين نقول السؤال ايه؟ اذكر ستراكشرز اتاتشد تو ذا ماركت اريا. انت عارف ان ده اسمه لينيا اسبرا وانه مكون من اثنين لب، ميديال لب ولاترال لب، وبينهم مسافه، لكن المفروض انك تكون حافظ ايه الاستراكشرز اللي ماسكه بين الاثنين. طبعا كل لب منهم طلع منها فاستس، وبعدين بتيجي لقدام كده كده، فده اول لب ولب، فاستس ميدياليس وفاستس لاتيراليس، وبينهم احنا هنا في الخلف. طبعا حطوا لي بقى الادكتورات. اتحفظت الادكتور لونجس، الادكتور بريفس، الادكتور ماجنس، مش كده؟ وبعدين حطوا لي البايسبس. يبقى كام حاجة الوقت لو جاء قال لك اذكر 2 ماسل 3 ماسل 5 ماسل؟ ما تحتارش، هتقول له ده اسمه لينيا اسبرا
وهو ما قال لكش وما حدد لكش بالضبط اي جزء منه اللي عايز اللي طالب منه اتاتشمنت. هو قال لك كله اسمه ليني ازبر. هتقول له الاستراكشر اتاتشد هنا فاستس ميدياليس فاستس لاتيراليس الدكتور لونجاس الدكتور بريفيس الدكتور ماجنس بايسبس. اذكر النيرف سبلاي الاثنين او ثلاثه منهم. طبعا انتوا ذكرتوا لما بتكلموا الفاستس ميدياليس وفاستس لاتيراليس ده عضلات من عضلات الفرانك جايه من الخلف صحيح وبتلف حتى العضلات تحس ان هي بتلف. وفاستس يعني ايه؟ فاستس يعني ايه؟ شو زي؟ فاستاي يعني العريض. وهي عضله لما تحس ما تشوفوها هي جايه من الخلف زي الشرشف كده كبيره وهي بتلف كده. فاسمها العريضه اللاترال اللي هي العريضه الوحشيه والعريضه الانسيه. ده باللغه العربيه الفصحى. واضح؟ والادكتورات كل حاجه دي لها معنى. الدكتورات كلكم عارفين النيرف سبلاي بتاعهم مين؟ كله بتريتر ماجنس دبل ماجنس اثنين مش معاده معاه السياتيك والفاستس والفاستس في مرن نيرف والبايسبس سياتيك نيرف. اختار بقى منهم حته حلوه للعب. اسئله كتير وشغلان. ننزل بقى مع بعض لتحت عشان خلي بالكم بقى من اللي جايه دي لانها حته مهمه برضه. لو نزلنا تحت هنا فين الميديا الكوندايل وفين اللاتر الكوندايل يا شباب؟ ميديا اليسار هذا الميديا. بصوا هنعمل ايه؟ حسب الهيد الهيد ده ايه؟ ادي هنا على الهيد وادي على الميديا الكوندايل وملففها كده واقوم حاطط علامه على الميديا السيرفيس في اعلى نقطه فيها وهسمي المكان ده الدكتور تيوبريكل فور دكتور ماجنس اسكيال بارت اوف ادكتور ماجنس سياتيك نيرف ادكشن. ده الادكتور دي علامه على انهي على انهي كوندايل؟ ميديا الميديا اللاترال هتزعل عايز هي كمان يبقى عليها حاجه. نجيب اللاترال اجي على اللاترال مش هلاقي تيوبريكل هلاقي جروف هلاقي جروف على اللاترال. شايفين الجروف ولا لا؟ شايفينه؟ الجروف ده اسمه ايه؟ بوبليتس جروف. جروف فور بوبليتس. فور بوبليتس ماسل. تيبيال نير. ان لوكينج لوك دنين. ده الاكشن. الميديا ما زعلتش. اللاترال ما زعلتش. الميديا ما زعلتش. نيجي على الاثنين ونيجي كده فوقيهم ونحط دايره فوق الكوندايل دي ودايره فوق الكوندايل دي. لو جبتهم كده وبالذات اللاترال طوحتها شويه كده وليها تفاصيل كتير انا عايز اختصر. لو لقيت منظر زي كده يبقى الميديال واللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس. ميديال واللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس. واضح يا شباب؟ واضح ولا مش واضح؟ المنطقه اللي في وسطهم دي بقى اسمها انتركوندايلر فوسا. نحط فيها علامه هنا اسمها انتركوندايلر فوسا ليجامنتس ريليتد. تقول لي انتيرو كروشيت وبوستيرو كروشيت الاكشن هايبر اكستنشن بريفنت هايبر اكستنشن وبريفنت هايبر فليكشن. واضح كلامي؟ واضح. لو جينا في السطح الامامي هنا وظللنا المكان ده كده اسمه باتيلر سيرفيس اوف ذا فيمر. باتيلر سيرفيس اوف ذا فيمر فور ارتكوليشن اوف ذا باتيلا. فبيعملوا حته من مفصل جزء من مفصل النية جزء جزء لان مفصل النية اصلا بين مين ومين؟ بين التيبيا والفيمر. صح ولا لا؟ لكن في جزء من المفصل هنا بين الفيمر وبين الباتيلا وهذا الجزء الى حد ما شكله موديفايد سادل. ولكن هذا المفصل لما تبصوا عليه موديفايد هينج او كوندايلر لانه في فليكشن واكستنشن وميديال روتيشن ولاترال روتيشن. المهم يبقى المكان ده اسمه باتيلر سيرفيس. هتقول لي بيعمل مفصل ايه؟ ترد تقول له بين الباتيلا وبين الفيمر فيمرو باتيلر جوين بارت اوف ذا ني جوين سينوفيال موديفايد سد. واضح؟ طب لو جيت هنا مثلا وظللت لك الجزء ده كده لك ايدنتيفاي زي ايه؟ هتقول الانتيرو سيرفيس اوف ذا فيمر فاستس انترميدياس النيرف سبلاي فيمر نيرف ايدنتيفاي ذا بون تيبيا
رايت تيبيا. ها؟ رايت تيبيا. رايت ولا ليفت؟ رايت. رايت تيبيا. ليه؟ هذا الأبر إند، هذا اللور إند ملهاش هيد. زي مين اللي كانش لها هيد؟ في حاجة كانش لها هيد؟ لا، كل حاجة كان لها هيد. هي كان بس يا دكتور الألنة كان الهيد بتاعها لتحت مش لفوق. ضغط مظبوط دي ملهاش هيد. أبر إند ولور إند. طيب. بعد كده في جزء بارز هو اسمه ميديال ماليولس. عليا الكلام. إما ممكن أدخله على رجلي دي وهو ميديال أهو. أو هدخله على رجلي دي وبرضه ميديال أهو. التبريستي. بس البورتر اللي أنت شايفه ده الشارب ده لازم يبقى أنتيريور. وفي هنا حاجة اسمها تيبيال تبريستي تبقى أنتيريور. الكلام ده مش موجود في الخلف. لو جيت حطيت العظمة دي بحيث إن أخلي ده الميديال يعني أجيبها كده بقى الكلام الانتيرور بوردر بقى في الخلف انك انت بتعك بتقول غلط. خلي الانتيرور بوردر للامام والتيبيال تبروستي للامام. هي للامام اهي، يا اما تدخلها كده يا تدخلها كده. لو دخلتها الناحيه دي بقى دي لاتر. معايا ولا لا؟ معايا. فاهمين؟ ايه. لو حطيت كده وحطيت دي كده لاتر تمشي؟ لا. لا. انا عايز دي تبقى هنا. تبقى ايه؟ تيبيال تبروستي. انتيرير بوردر قلتها لي كده يبقى كده لازم تخش كده. شايف اللياقه؟ ما شاء الله. شايف الجمال واللياقه؟ ايه الحلاوه دي؟ تعرف تعمل الحركه دي؟ لا باكي. والله ما تقدر. ماشي اهي دي هبدا بيها اسمها ميديال مالوس استراكشر اتاتشد ديلتويد ليجمنت. فاكرينه؟ الله ينور عليك. قصاده انا عكس الكلام. قصاده فصه محترمه اهي اسمها ايه؟ فيبولار فصه اوف تيبيا بتاعت التيبيا اوف تيبيا فور انفيريور تيبيو فيبولار جوينت نوعه فايبرس اموبايل ما بتحركش. وده مثال للجوينتس اللي في الابر وفي اللور الاموبايل فايبرس سيندزموزس اسمه كده سيندزموزس يعني فايبرس. واضح؟ اسمحوا لي نطلع فوق تاني. دي كوندايل ودي كوندايل مين فيهم الميدل مين فيهم اللاتر؟ يسارك من اليم لاز على الناس يمينك يمينك يا لاتر. دي الميديا ودي مين؟ لاتر. اللاتر هنبدأ بالميديال. الميديال فين الانتيريور بتاعها هو؟ فين البوستيريور؟ عندي. معايا؟ كل واحدة فيها كل واحدة فيهم عليها من الخلف طب لف معايا يا دكتور. كده احنا لفينا من الخلف ولا مش من الخلف؟ فين الميديال؟ يسار. ها؟ عليها من الخلف اللي هي انهي كوندايل دي بقى الميديال ولا اللاتر؟ ميديال. عليها من الخلف جروف واللاتر عليها من تحت شويه كده فست مدور. دي عليها علامه ودي عليها علامه. العلامه دي جروف فور سيمي ممبرينوزس. جروف فور سيمي ممبرينوزس. اما الجزء المدور اللي حضراتكم شايفينه ده سوبيريور شايفينه ولا لا؟ فاسيت فور هيد اوف فيبولا. فور هيد اوف فيبولا فور جوينت عشان جوينت يبقى بين الاثنين اسمه ايه؟ سوبيريور تيبيو فيبولار جوينت بلين ساينوفيا. واضحت؟ واضح. خلاص ادي كوندايل وادي كوندايل وشفنا على كل واحد فيهم علامه منين؟ من الامام ولا من الخلف؟ خلف. طيب نيجي من قدام تاني. ايه الجزء البارز العادي ده؟ تيبيال تبروست فور باتيلر ليجمنت. فور باتيلر ليجمنت اللي هو الانسرشن بتاع الكوادريسبس الفيمورال نير الاكستنشن. بعد كده هخش على البوردر الطويل دوت اللي احنا بنسميه الانتيريور بوردر اللي بيقسم لي السيرفيس اللي انتوا شايفينهم دول الى اتنين. واحد ميديال تحت الجلد سابكوتينيس ممكن نحسه كلنا تحت جلدنا ده اسمه سابكوتينيس. اما الجزء اللاتر اللي حضراتكم شايفينه ده
عشان الاوريجن للعضله اللي اسمها تيبياليس انتيريور. وصلت؟ ظلل الجزء اللاترال مش الميديا. لو ظللت اللاترال وفي اعلى جزء من ثلاث ارباعه منه تقريبا او تلتينه هقول ده الاوريجن اوف تيبياليس انتيريور والنيرف سبلاي بتاعها انتيريور تيبيال نيرف او الديب برونيال نيرف اللي هو برانش من السياتيك وانها بتساعد هذه العضله في عمليه الدورسيفليكشن ومن تنزل ارشوس اوف ذا فوت. صح؟ صح. لو جينا من الخلف في الشاف من فوق هتلاقوا المنظر ده. خط هتعمله لكم معوق كده اوبليك كده ثم خط هيبقى فيرتيكال كده. ده من ورا ده من ورا ده من ورا ده الانتيريور اهو. احنا قلنا الكلام ده معايا ولا لا؟ لو جينا من فوق وحطيت لك خط على الخط الاوبليك دوت وقلت لك ايدنتيفاي هتقول لي اسمه ايه الخط ده؟ سوليال لاين فور سوليوس ماسل تيبيال نيرف فليكشن اوف ني. اما لو حطيت لك علامه ولا كروس في المنطقه اللي عاليه دي المنطقه دي اسمها بوبليتيال سيرفيس اوف تيبيا فور بوبليتياس ماسل ان لوكينج لللوك دني تيبيال نيرف. ولو نزلت بقى لتحت هنا هيبقى في خطين قدامك اهم. الخطين دولت بيعملوا له سيرفيسين ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. هنا الاوريجين بتاع العضلات اللي موجوده بقى في الباك اوف ذا ليج. مين العضلات اللي كانت موجوده في الباك اوف ذا ليج؟ تيبيالس بوستيريور فليكسور ديجيتورم فليكسور هالشس. صح. النص ده خط قسم السيرفيس الخلفي نصين نص ميديال ونص لاترال. فين النص اللاترال؟ يمين. ابص على الماليولوس اهي يبقى دوت النص اللاترال. لو ظللت النص اللاترال تيبيالس بوستيريور. لو ظللت النص الميديال فليكسور ديجيتورم لونجس. وضحت؟ وضحت وضحت وضحت. لو جيت على الانفيرو سيرفيس هنا خالص بقى ورسمت علامه هنا هتقول لي ارتكولار سيرفيس. الارتكولار سيرفيس بتاعها ارتكولار سيرفيس اوف ذا تيبيا فور ارتكوليشن ويز انا حته في التيلس التروكليا اوف ذا تيلس اللي هو الجزء العالي منها علشان يعملوا مفصل اسمه ايه؟ انكل. انكل والحركه اللي بتتم عنده دورسيفليكشن وبلانتر فليكشن وهو هنج. واضح كلام ولا مش واضح؟ اتفهمت؟ دي هناك بعض النقاط الهامه عايز اقولها. ده ليفت ولا رايت؟ امال عايز ايه؟ مالها البي دي؟ المكان هذا المكان ده تحت الجلد ده ميديال سيرفيس. مين اللي حاطط عليها بيدي؟